السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. أعزائي الطلبة، محاضرتنا الجديدة لهذا اليوم في مادة الإلكترونيك المرحلة الثانية. أريد منكم تجهزوا لي ملزمتكم وتتابعون وياي صفحة 64 بالفصل الثالث، الزينر دايود وتطبيقاته، ونكمل وين ما وصلنا بالمحاضرة الماضية. المحاضرة الماضية وصلنا إلى صفحة 64 في موضوع أن يكون الـ V input ثابت على الزينر ومقاومة الحمل أيضا ثابتة. راح تبدي تقرأ منها وتشوف المعادلات وتشوف الدوائر وتفهم بكل وضوح المكتوب، واني ايضا راح اساعدك بهذا الشيء. يقول the simplest of zener diode regulator network appear in figure 2 112. يعني الشكل 2 يعني 112 تسلسل هذا الشكل، راح يبين لي ابسط منظم او شبكة تنظيم دايود زينر اللي the applied يعني سلطنا عليه فولتية دي سي ثابتة، يعني هذه القيمة ثابتة الفولتية حسب ما نريد نخليها في رقم ثابت، وعندنا مقاومة الحمل ايضا قيمتها ثابتة. راح نبدي اساسا يعني the analysis can fundamentally اساسا راح نبدي نحلل broken down into state، راح نحلله بحالتين. الحالة الأولى يعني هذا الشرح يوضح لك هذا الرسم، يقول هذه فولتية ثابتة وهذه مقاومة ثابتة، وراح نحلل الدائرة اللي هي منظم للجهد لنعرف، شوفوا انحياز عكسي مربوط ومنظم للجهد. أول شيء يقول determine the state، يعني نحدد او نحسب الحالة الثابتة للزينر دايود شلون، باي يعني بواسطة removing، راح نبدي نشيلها removing from the network، راح نبدي نشيل الزينر دايود هذا، ويقول calculate يعني نحسب the voltage across the resulting open circuit، يعني هاي الدائرة نشيل الزينر دايود ونحسب الفولتية هنا شقد موجودة. هذا اللون الأزرق للخطوة الأولى. يقول applying step 1 حتى نطبق الخطوة الأولى، هذا الشيء اللي يسويه للشبكة الموجودة هنا بالشكل 2 112. محصلة الشبكة يقول راح يبين لي احنا بابليكيشن حتى نطبق او apply الابليكيشن الفولتج ديفايدر رول، هذا موضوع الفولتج ديفايدر رول، وراح نحصل من عنده الموضوع هذا اللي هو نسميه قانون تقسيم الفولتيات. اريد احسب الفولتية هنا اللي هي بالتوازي نفس الفولتية على هذه المقاومة. اكو عدة طرق اخذتوها انتو بحساب هذه الفولتية، لكن اسهل طريقة انه الفولتية من نريدها على هنا هذا العنصر شنقول الفولتية الكلية الفي ان مضروبة في المقاومة اللي نريد نحسب عليها على مجموع المقاومات. فشوفوا الفي اللي هي هاي الفي تساوي في ال يعني بالتوازي وياها يعني نفس الفولتية على اللود، فش نساوي من الفي اي الفولتية الكلية في المقاومة اللي نريد نحسب عليها على مجموع المقاومات. هذا على اساس انه انت عندك قيمة في ان وعندك قيمة ار وعندك قيمة ار ال، المطلوب منه هاي الفي اللي هي نفسها منه الفي ال تحسبه من هذا القانون، تحسبه من هذا القانون. هذا قانون يسموه مقسم الفولتيات او قاعدة تقسيم الفولتيات او قانون مقسم الفولتيات، ماخذي بالكهرباء. اكو طالب يريد يحله مو الا بهاي الطريقة يوصل نفس النتيجة، يجمع هاي المقاومة وهاي المقاومة على التوالي، بعدين يقسم فولتية الكلية على مجموع المقاومات، بعدين ايش يطلع عليه؟ يطلع للتيار، يضرب التيار في هذه المقاومة يطلع للفولتية. هذه طريقة ثانية، طريقة عادية تنحسب، لكن احنا ليش نسوي ثلاث خطوات؟ نسوي خطوة واحدة نحسب هاي الفولتية. هسه يقول اف في يعني هاي الفولتية حسبناها اللي هي الفولتية الزينر اكبر من فولتية الزينر او تساويها، اذا كانت اكبر من فولتية الزينر او تساويها
فنقول the zener diode is on يعني is on يعني ده يشتغل and the appropriate equivalent model can be substitute. راح نشوف انه هذا النموذج اللي هو يبين لي انه الفولتية V اكبر او يساوي V زينر. هسه واحد راح يسأل يقول احنا V حسبناها V زينر منين نجيبها؟ V زينر هي الفولتية المكتوبة على زينر دايود. لو تلاحظ المحاضرات السابقة الفيديوية راح تشوف انه كل زينر دايود عنده قيمة محددة للفولتية اللي نسويها اثناء التصميم. يقول لك اذا V كان اقل من V زينر the diode is off. الدايود شبيه off and the open circuit equivalent is substitute. فراح نشوف انه هذه الدائرة مصير off يعني open راح يصير open بالoff بينما بالon راح يصير short. هذه هي الحالة الاولى اللي درسناها لكم. الحالة اللي نشوفها الثانية يقول اذا كان ادي الدايود الزينر دايود طبق لي حالة انه يمر بي تيار يعني اون يعني ليشتغل. فنشوف الشكل 2.12 اذا صار بي حالة اون النتيجة اللي راح نحصلها انه الفولتية اللود هي نفسها فولتية الزينر ومبينة بالشكل التالي. يعني هذه الحالة الثانية حالية انه الفولتية صارت هنا قلنا زينر دايود هذا هو في زد الفولتية اللي عليه راح تساوي لنا فولتية الحمل راح تساوي لنا فولتية الحمل. ليش؟ لانه على التوازي اللي هو يقول substituting the zener equivalent for the on station يعني في حالة الاون الحالة الثانية راح نشوف اكو تيار يطلع منه يسموه I total او يسموه I R اما الاي يمر بمقاومة او I total للدائرة ككل. من يوصل لهذه النقطة راح يصير كيرشوف current law قاعدة تقسيم التيارات. راح شوف التيار يتقسم الى قسمين قسم اسمه اي زد وقسم اسمه اي ال. فهذا القسم اللي يروح منه يسموه اي ال لانه عندي ار ال وعندي في ال وفي ال هي نفس الفي زد. فهذا الاي هنا يمر هو عباره عن مجموع الاي زد واي ال. شوفوا اي ار تساوي اي زد زائدا اي ال. اذا نريد الاي زد نجيب هذا للطرف هذا يصير اي ار ناقصا اي ال. واذا اريد احسب قيمة الاي ال تيار اللي يمر هنا عندي فولتية وعندي مقاومة قانون اوم في ال على ار ال. واذا اريد احسب الاي ار التيار اللي يمر هنا بهذه المقاومة فاما اقول الفي ار هاي الفولتية على الار بس انا هسه ما عندي فولتية لازم احسبها مين اجيبها اقول هاي الفولتية ناقص هاي الفولتية تساوي الفولتية اللي هنا. فإذا عندي فولتية اللي هنا على المقاومة راح يطلع لي قيمة الاي ار. فإذا قدرنا نحسب الاي ار وقدرنا نحسب الاي ال ومن عندها نقدر نحسب قيمة الاي زينر. أما إذا نريد نشوف القدرة المستهلكة بالزينر دايود فالقدرة يساوي لنا الفولتية في التيار. مو شرط هذا القانون نقدر نغير واحدة من عندهن تصير اما اي تربيع في ار او تصير في تربيع على ار. هذه هي قوانين اللي تخص الزينر دايود عندما يكون في الحالة الاعتيادية يعني فولتية الدخل ثابتة
وفولتي ومقاومة الدخل ثابت، فهذه هي قيمة ال P وال I وأي شيء نريده من الدائرة. يقول that must be less than the P set maximum specified for the device. يقول لازم أن يكون أقل من ال P اللي نحسبه maximum ذات maximum مواصفات ال device نفسه، العنصر نفسه لازم يكون أقل من اللي نحسبه. Before continuing يعني قبل ما نستمر، it is practically important يعني لازم اكو اشياء يشرح لك اياها يوضحها، من المهم عمليا ان تكون عندنا الخطوات الاولى اللي نسويها ان يكون الزينر دايود في حالة الثابتة، ان يكون في حالة اون، في حالة اون، فهذه هي مهمة جدا انه نعرفها. فاذا الحالة الاولى عرفنا انه نحسب البي زد والاي زد والاي مهمات جدا هذني بالنسبة للدايود. هذه الحالة الاولى عندما يكون الزينر دايود اون، في حالة اون، فيقول it will then look in. يقول look in يعني شون look in يعني نقفل او يعني تثبت at this level عند هذا المستوى and never reach the higher level of the volt. ما راح يزداد على فولتية الزينر. اذا الحالة الاولى صارت عندي انه الفولتية الزينر ايش قد ما تكون هي نفسها تكون على الحمل. هسه ياخذ مثال على هذا الموضوع يحدد لنا اياه، حتى ندخل على المثال هم راح ارجع اعيد لك على السريع، على السريع اعيد اقول اذا فولتية ثابتة والمقاومة الحمل ثابتة، نحسب هاي الفولتية نشيلها ونحسب الفولتية هنا، فولتية الزينر، اذا فولتية الزينر كانت اقل او تساوي من فولتية الانبوت مثل ما قلناها بالحالة الأولى هنا شوفوها، فولتية الزينر أكبر أو تساوي الـ V، الوين اللي هي هاي الفولتية اللي هنا، هذا راح يكون الـ On State، هذه الحالة الأولى، من يصير On State يعني يشتغل، الحالة الثانية إذا كان أقل يعني Open، إذا كان Open ماكو زينر دايود، فإذا كان نفس فولتية الزينر أكبر أو تساوي للفولتية اللي هنا، فهذه الحالة راح يخلينا نشتغل بحالة ثابتة ونقدر نحسب التيار اللي يمر به ونقدر نحسب الفولتية عليه اللي تساوي فولتية الحمل. هذه عادة سريعة. سنجي المثال for the zener diode network في الشكل هذا من الطين 215 115، يقول احسب لي احسب الفولتية الحمل VL، انا قد VL تساوي VZ، باعوا VZ ايش قد 10 فولت، يعني هسه رأسا مباشرة اعرف انه 10. قال لي احسب لي VR، اريد احسب الفولتية اللي هنا، انا قلت هاي 16، هاي اخذت 10 بقت هنا شكيت بقت هنا 6، احسب لي الاي زد تيار اللي يمر منا، انا اقدر احسب التيار مر منا اي اقدر، ليش؟ لان عندي الباور وعندي الفولتيه، وقبل شويه قلت لكم قانون الباور شو يساوي ان الفولتيه في التيار، فاذا عندي التيار شو يساوي ان القدره على الفولتيه واقدر احسبها. هاي حسبت البي زد، هاي الخطوه الاولى. بعدين يقول عيد الجزء هذا الاول بس غير المقاومه زيدها، سويها 3 كيلو اوم، شوف المقاومه 1.2 كيلو اوم، اريد اسويها 3 كيلو اوم، زيدت المقاومه، شوف شو يصير عندي؟ الفولتيه ثابته فيتغير قيمه التيارات. نجي على الحل، يقول following the suggested procedures، يعني الاتي مقترح للخطوات الحل، وي ريد رو نعيد ذا نتورك as shown figure 2.16 كانه بالشكل اللي في الماضي، ونحسب الفولتيه الفي هنا يعني نشيل الزينر ونحسب الفولتيه، فراح نشوف الفولتيه اللي هنا، الفولتيه اللي هنا شلون نحسب الفولتيه اللي هنا، قلنا الفولتيه الكليه 16 في المقاومه 1.2 كيلو اوم على مجموع المقاومات هياتهن يطلع لي 8.73، اذا 8.73 هذا 10، فاذا هذا 10 اكثر من 8.73 مو صحيح؟ 10 اكثر، فاذا هذا راح يصير موصل شورت سيركت يعني اون، في حاله اون، فاذا هالفولتيه تصير في حاله اون، فشوفوا هنا شالها واجى حسبها شاف 8.73 اس هو ليس ذين اقل من في اللي هو 10 فولت، الفولتيه 10 اقل من عنده، ذا دايود اس راح يصير في حاله شنو اوف، لان احنا قلنا الفولتيه الزينر 10، الفولتيه اللي حسبناها اقل، نرجع للشروط، الشرط الثاني يتحقق، شوفوا الفولتيه طلعت لنا اقل من الفي زد،
فاذا شو يصير عندي؟ اوف. راح من يصير عندي حاله اوف، يعني دايود في حاله اوف. يقول the diode is off state as shown on the characteristics of figure 217. حتى اجى رسم لك اياها، قال باع الفولتيه هنا، احنا الفولتيه 8.73 وهو الفيزت عند 10 فولت بدي يثبت فولتيه. زين، فراح نشوف open circuit equivalent result in the science sum network. راح نشوف الدائره مفتوحه بهذه الحاله، راح نبدي نحسب ال VL تساوينا ال V وتساوينا 8.73. يعني نجيب الاوفوميتر نخليه هنا، راح يساوي لنا الفولتيه اللي هنا، هاي الفولتيه تساوي هاي الفولتيه. اذا الفي ار شو يساوي لنا؟ الفي ان ناقص الفي على هذه، في ان ناقص الفي ال 16 ناقص 0.73 يطلع لنا 7.27. فتيار الزينر التيار ما راح يمر صفر، ليش؟ لان اوبن سيركت. الباور نقدر نحسبه في زد في الاي زد، يطلع لنا صفر واط. هذه هي خطوات تطبيق القانون وحله. الخطوة الثانية يقول لو غيرنا سوينا 3 كيلو اوم، بس زيدنا المقاومة، ايش صار عندي الفولتية؟ بنشيلها، راح يصير عندي الفولتية 12 فولت. غيرنا القانون ان الفي عفوا ار ال في الاي في اي، في اي نفسها كانت بس الار ال تغير صار 3 كيلو اوم، صار 12. 12 فولت ايش سوى؟ رفع لنا اياها اكثر من 10 فولت، فتحول الى الاون ستيت. اذا تحول اون ستيت، فاذا في ال يساوي في زد، باعوا هذه الحاله اللي جيت عليها قبل شويه انه نفس الفولتيه 10 فولت. الفي ار 16 ناقص 10 6 فولت. الاي ال في ال على ار ال عندي 10 فولت على 3 كيلو اوم 3.33 ملي امبير. الاي ار هي الفي ار على الار ويساوي لنا 6 على 1 كيلو اوم 6 ملي امبير. فاذا انا عندي التيارات اطلع الاي زد، اي ار ناقص اي ال فيطلع 2.67 ملي امبير. هذه الحاله الثانيه اللي كانت عندي، هذه حاله الاون ستيت. اجي احسب الباور اقدر اقول في زد في الاي زد، فهذه الباور عندي 26.7 ملي واط، وهذه قيمتها اقل من الفولتيه 30 ملي واط اللي هو مطيني اياه على السؤال. شوفوا مطيني 30 ملي واط، يعطيني هذا يتحمل 30 ملي واط، حسبنا طلع عندنا القيمة أقل من هذه القيمة. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى اللي بيها شفنا السينر دايود يكون الفولتية الداخلة ثابتة والفولتية المقاومة الخارج ثابتة. هذا راح أوقف الفيديو لهنا، أسوي الجزء الأول، راح اكملكم كل وحده بجزء خاصه بها. اتمنى نكون فهمتوها. الملزم يمكم، عندكم اي سؤال تقدرون تسالون بي واجاوبكم عليه بكل وضوح. اي سؤال عندكم اسالوا، اي شيء ما افتهمتوه، اي قيمه ما عرفتوا شلون صارت، اي حاله مو واضحه اسالوا فيها حتى تفتهموها، لان بالامتحان راح اجيب سؤال مثل هذا بقيم مختلفه ولكن بفكره نفس الفكرة، فمو تحفظون تفهمون. واتمنى الموفقين للجميع.